بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. نحمدك أنعمت علينا فتم إنعامك، وتفضلت علينا فتم نوالك، وسترت علينا فتواصل غفرانك، وغفرت لنا فتكامل إحسانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقدرته خلقنا، وبرحمته هدانا، وبستره الجميل سبحانه سترنا، وفي خير الأمم أخرجنا، وفي أي صورة ما شاء ركبنا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله صدره، ويسر له أمره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني الذي نجتمع فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، نسمع كلام الله، ونتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه الليالي، وما أحلى هذه الأمسيات، وما أجمل هذه اللقاءات التي تزدان بهذه الوجوه العبقة بالمودة والمحبة والأخوة في الله عز وجل. فهنيئا لعبد غابت شمس يومه على عمل صالح يشهد له لا عليه، وهنيئا لعبد قاوم شهواته وملذاته حتى يلقى الله عز وجل. فما أحقر وأقصر وأقل أيام هذه الدنيا. أحييكم أيها الأحباب، أحييكم بقلب امتلأ شوقا إليكم وفرحا بكم، حي جيلا بالمكرمات تناجى، أثلج الصدر صحوه إثلاجا، حيهم مؤمنين أو مؤمنات، حي فيهم للصالحات انتهاجا. أحييكم أيها الأحباب بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم جميعا في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذا اللقاء المبارك على طاعته، أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولى فقرات هذا اللقاء الإيماني أحبتي في الله، آيات من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ محمد السيد، فليتفضل محفوفا بجزيل الشكر والعرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان ما أحرى أن تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر هذه الساعة التي نجلسها في هذا المكان المبارك نسمع آيات القرآن الكريم ونسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر علينا في هذا المكان وتمر على غيرنا في أماكن أخرى في معصية الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الساعات وهذه الليالي وهذه الأيام تمر على الجميع وتشهد على كل إنسان بما عمل فيها فالكون كله يدين لله سبحانه وتعالى بالعبودية وله من في السماوات والأرض كل له قانتون فالكون كله إما شاهد لك أو عليك إما محبا لك أو مبغضا إياك إما فرحا بك مستبشرا بك وإما مبغضا لك مضجرا منك فاجعلوا أحبتي في الله هذا الكون شهيدا لكم لا عليكم واجعلوا هذه الأيام وتلك الليالي محبة لكم
ما من يوم ينبثق فجره إلا نادى مناد أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. هذه الأيام وهذه الليالي تشهد على كل إنسان بما عمل فيها. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يومئذ تحدث أخبارها تشهد على كل عبد بما عمل فيها. ما أحرى أن تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر. الله سبحانه وتعالى وفقك إلى هذا اللقاء وقربك وأبعد غيرك، هداك وأضل غيرك، قربك الله سبحانه وتعالى واجتباك واصطفاك وأبعد غيرك. فما أحرى أن تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا أطيل التقديم بين يدي والدي وشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. ونحن يا شيخنا الحبيب لا نثني ولا نمدح كثيرا، فقد أثنت عليك أعمالك ومدحك ليلك ونهارك، ولكن نستأذنك شيخنا الفاضل في إعلاء الحب لكم حبا يملأ الجوارح ويقطع نياط القلوب مع كلمة الشيخ الفاضل الدكتور سعيد عبد العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا السؤال والذي هو عنوان هذا اللقاء، ماذا قدمت لدينك؟ سؤال لا بد من طرحه، يطرحه الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل في هذا الوقت وفيه غيره. وإلا فالإنسان عندما يقدم، إنما في واقع الأمر وحقيقته، يقدم لنفسه، يحسن لنفسه، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي الحديث أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. والشاهد واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وبالتالي فالإنسان يقدم لنفسه أعمالكم عمالكم، معنى ما نعمله اليوم سنشاهده غدا. وبالتالي فالإنسان يحسن لنفسه، لا داعي لإساءة النفوس. والإنسان عندما يتساءل ماذا قدمت لدينك، من البداهة بمكان أن الدين الذي يشار إليه في محاضرة كهذه أو إذا ما ذكرت الكلمة على جهة الإطلاق هو دين الله جل وعلا. ما الحق إلا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإلا فأنت لما تنظر ستجد أن العلمانية والليبرالية والديمقراطية بمثابة أديان عند أهلها، وبالتالي عندما ينسبك لأنك تعمل بدين وتريد أن ترجع لعود حتى ظلام وتخلف ورجعية ونحو، لا ما هو الآخر وبدوره، ولكن هذا من جملة نسيان النفس. العلمانية عنده بمثابة دين، الديمقراطية وثن يعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله. فالعلمانية والليبرالية والديمقراطية بمثابة أديان، اليهودية والنصرانية بمثابة أيضا أديان عند أهلها، ولا يصح أن يقال أديان سماوية. وإلا فدين الحق واحد،
اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. وقبل التلفظ لابد من تدقيق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تنطوي على معنى لابد أن تكون فيه على بصيرة من أمرك وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدين الحق واحد لا يقبل التعدد، تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإلا فالعنوان قد يوهم أن على كل إنسان صاحب دين أن يعمل لدينه، لا، ليس هذا هو المقصود. الكلمة كلمة الدين عندما تطلق لا تنصرف إلا لدين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على يميني وشمالي خطوطا وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، وللخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإنسان إذا ما وجه له السؤال وقيل له ماذا قدمت لدينك، وخصوصا ونحن على مقربة من شهر الصيام، قد يجيب ويقول بأنه صام رمضان وقام الليل وتلى المصحف وكان يفعل كذا وكذا من إفطار للصائمين وغض للبصر وغير ذلك من الطاعات والقربات، وهذا كله حق أنت فعلت فعلا ذلك، ولكن لابد من توجيه السؤال لعدة اعتبارات. أنت وإن صليت وصمت لا تدري إن كان ذلك قد قبل منك أم لا، لربما رد في وجهه، نحن لا ندري من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت من هذا الصنف؟ وهل ضمنت الجنة؟ وهل قبل عملك؟ والله أنت لا تدري بماذا ينادى عليك غدا، أنت لا تدري، لربما البعض ينادى علي فلان ابن فلان سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا، والثاني يقال له يا فلان ابن فلان شقيت شقاوة لا سعادة بعدها أبدا، وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، وإلا فأنت ما زلت في دار عمل. ولذلك قالوا اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وما زلت في دار عمل وكسب، ورب رمضان هو رب سائر العام. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا، وإلا فالبعض منا لربما اغتر بعمل صالح قدمه، فعلت فعلت وحدشت كذا مرة واعتمرت كذا مرة وصليت وختمت المصحف كذا وكذا مرة،
الله أنت لا تدري إن كان قد قُبل لك منك ذلك أم رد عليك، وحتى لو كان قُبل منك ذلك ما الذي أحسن إليك؟ من الموفق؟ من المسدد إلا الله؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأنت إن عملت بطاعة الله ربنا هو الذي وفقك. أد الشكر، وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك تختم آيات الصيام بقوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لو أحسن إنسان إلى آخر بحسنة لن يملك قلبه من محبته، فكيف بمن الإحسان كل الإحسان منه وحده سبحانه لكي يتم عمل. أي عمل، صيام أو قيام أو تلاوة قرآن، تحتاج فيه إلى إرادة وإلى قدرة وإلى علم، وكلها محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. وإلا فهل أنت الذي ركبت هذا العق في نفسك؟ أبدا. لا، ربما ولد الإنسان مخبولا. وما بكم من نعمة فمن الله. القدرة، ربما كان الإنسان مشلولا عنده النية، يريد أن يطيع وأن يعمل وأن يسوي ولا يقدر على الحركة ولا يطيق ذلك. فأن تمكن أنت والقدرة تتواجد عندك هذا فضل من الله. لا، ربما كان البعض مثل الجبل في القوة ونحو ذلك، ولكن لا إرادة عنده، لا تنبعث نفسه تجاه صلاة ولا صيام ولا تلاوة قرآن حتى وإن عالم بمشروعية ذلك. فأنت في نعمة تجل عن الوصف. أدي شكرها بإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. وأنت عندما تنظر في شأن الصالحين فيما مضى، البعض منهم بلغ وبشر بالجنة، أنت لم تبشر بجنة، أنت لا تعلم خاتمتك كما ذكرنا وبماذا ينادى عليك غدا. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما تنظر في أحوال الصالحين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الواحد منهم بعد البشارة كان أشد اجتهادا في طاعة الله منه قبل هذه البشارة. كان أبو بكر يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي. انظر، لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما آمن مكر الله. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان بعض العلماء يقول لو ضمنت الجنة لظلت هموم الحياة تؤلقني. عندهم حياة، عندهم علم، عندهم توفيق وتسديد. وأنت إن دخلت الجنة فبفضل الله تدخل. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك كان لابد من التوجه بهذا السؤال: ماذا قدمت أنت لدينك؟ ما الذي قدمته؟ سل نفسك. الأحداث كبيرة جدا وعظيمة جدا، حتى اليوم ما من يوم يمر علينا إلا وتقرأ في عشرات الأحداث. الدنيا كانت فيما مضى أشبه بقرية صغيرة، ثم حدث التطور فصارت أشبه بحجرة،
صغيرة، ثم التطور أكثر وأكثر، الدنيا أشبه بجهاز صغير. تجد الشباب مثلا على النت رسائل كيف يستولون على الدبابة، وكيف يتوجهون لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ونحو، كل ساعة زام. لا أقول اقرأ الدنيا اليوم أو غدا أو بالأمس أو من شهر أو من سنة، ما هو البعض يحلو لا أن يقول ده أنا كنت منذ 20 سنة وفعلت والتزام. لا، اقرأ الصفحة الآن، الساعة، في التو، في هذه اللحظة. ما هي الأحداث؟ أحداث جسام، والمجلس العسكري بدوره يوجه بيان عنيف اللهجة، عنيف اللهجة. وتجد الشباب لو نظرت أنت وتابعت الأحداث يملؤون الميدان، والبعض توجه لوزارة الداخلية لأي غرض؟ ما الهدف؟ ما الهدف أمام السفارة؟ ما أنتم لهروب، ما قلتم نحن متدينين وملتزمين وعندنا بذل وعندنا حب للجهاد وللشهادة ونحو ذلك. لا، ده الدنيا فيها تغيير كبير جدا، بغض النظر عن الصحة والخطأ، عن الصحة والخطأ. وأنا متوجه إلى مسجد عمرو بن العاص لإلقاء الكلمة، مررت على السفارة الإسرائيلية في نفس التوقيت الذي كان الشاب ينزل فيه العلم، تنظر لمجموع الشباب، شباب صار صاحب قضية. ما هو الشباب اليوم بغض النظر عن الصحة والخضاء هو الآخر صاحب قضية، يتكلمون على إسرائيل والمحاكمات والظلم والطغيان ويطلبون أمنا ونحن، بغض النظر، نحن لا نخضع الكلمات لميكروسكوب هذا صواب لا أبدا. في الجملة تقول في تغيير، طارئ تغيير عليك وعلى الدنيا من حولك. الشباب الذي كانت هماته في تسريحة شعره والوقوف أمام المرآة وتسقيط البنطلون، لا، ده اليوم صار صاحب قضية، صاحب قضية. أي أيوة والله، وأنا أمر بالشباب أقول سبحان الله، كلهم واقف أمام السفارة يطالبون بطرد السفير ومنع الغاز عن اليهود، ومطالب تقول مطالب عالية. والأستاذة الدكتورة في الهندسة تتصل بي تقول لي أليس أولى وأحرى بالسلفيين أن ينهضوا وأن يتقدموا الناس في المطالبة بطرد السفير، وامرأة عندها أولاد، عندها زوج، وصوتها مبحوح لأنها كانت واقفة أمام السفارة أخرى كما ذكرت. اقرأ المشهد بغض النظر عن الصحة والخطأ. اليوم في تغيير، الكل وكأنه يقدم، وكأنه الكل وكأنه وطني، صاحب قضية. تغار أنت، أنت تغار، ما الذي قدمته لدينك؟ سؤال مطروح، سؤال مطروح. ما أنت وأنا ندلس الآن في هذا المكان، خذ الدرس، تغار أنت إذا ما سبقك الخلق، بغض النظر ما البعض منا شغلاته، هذا صواب هذا خطأ. حيوزع على الناس البطاقات والسكوك، لخذ الدرس، خذ الدرس من الخلق، كل الخلق، من البشر كل البشر، المحسن منهم والمسيء، هذا درس بديل، المحسن والمسيء. المحسن كيف تنافس وتسابق الريح أنت في مرضات الله؟ إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقالوا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة. عندك فطنة أو هكذا ندعي؟ عندنا ذكاء وعندنا نباء وعندنا سابق لي في مرضات الله. قل وعجلت إليك رب لترضى، أنت لا تقنع بأن ينافسك أخوك في الشقة والمسكن والأولاد والراتب والأثاث، وتغار إذا ما تقدم عليك أخوك في ذلك. لماذا لا تغار إذا ما سبقتك الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى؟ درجات،
بعد الدرجة، والدرجة كبعد السماء والأرض. ملكوتات نعيم لا ينفد، قرة عين لا تنقضي، ينادى على أهلها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلود فلا موت، دنيا بتنافساتها تساوي صفرا. الرجل أستاذ الرياضة ونحن في الإعدادية وما زلت أذكر يعلمنا الإشارات لكي ناقص في ناقص بزائد، زائد في زائد بزائد، يقلبها من حسنة. يقول حبيب حبيبك حبيبك، عدو حبيبك يبقى عدوك، حبيب عدوك يبقى عدوك، عدو عدوك يبقى حبيبك. ما هي كده الإشارات. انظر يعلمنا ويقول كل شيء بالنسبة لما لا نهاية يساوي صفرا، يساوي صفرا. هتعيش كم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ بالنسبة لما لا نهاية تساوي صفر، تساوي صفر. شفت ازاي؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال العلماء ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. وقال البعض لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت لما تشاهد البشر الكبير والصغير، تشاهد نساء الأخوات في محيط الأخوات، اليوم التنافس ليس فقط في حفظ القرآن، لا، في معرفة القراءات. مئات الأخوات اليوم متقنات، لا أقول لحفظ القرآن للقرآن، لا، في معرفة القراءات، في معرفة. تقول ما شاء الله، حاول تشغل نفسك، قدم شيء للأمة، وقدم شيء لنفسك. تقول نعمة الانشغال، نعمة. أغار أنا لما أجد الأخوات والنساء والكل مشغول بقرآن وليل نهار والقراءة دي وبعد كده القراءة دي ونحو ذلك من الأشياء. عندما تشاهد صغار كلهم حرص على طاعة الله، شباب نشأ في طاعة الله، وأنت بلغت من الكبر عتيا من جانب، ومن جانب آخر لربما التزمت في سن 30 وفي سن 40 وحطقت الخطوة الأولى في طريق التدين والالتزام. البشر، كل البشر سبقوك. قدم لنفسك وقدموا لأنفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. خد الدرس والله من المحسن والمسيء. ما هو مبارك في السجن الآن، بيحطوه في القفص والوعد بيحسده، يقول لك شوف ده جايبينه بالتريننج وجايبينه وحاطينه في قفص نظيف. قفص نظيف ولا قفص قذر؟ ده لو حطوه في فندق 10 نجوم هينظر لنفسه على انه محبوس. ده كان بيستهين بالوزراء وغير الوزراء، لا ينهض امامه مخلوق. والمليارات وغير المليارات لما يشاهدوا بتحسر يفارقوا على مثل هذا النحو يتحكم فيه، ده شغل طغاة وطواغير. خد الدرس، طالت حياة. ثم دي النهاية، ده عصر الآيات البينات. أي والله، هذا العصر عصر الآيات البينات. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. تقول مسألة وقت، ما هو انت هتسلك مسالك الظلمة، مسالك الطغاة والطواغير، ما هو ده المصير.
ده المصير في الدنيا. والعذاب الآخرة أشد، ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. على البغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به. أنا بأشاهدهم أنقابض والله، بيحدث لي اكتئاب. ليه؟ أنا ممكن والله لو سلكت نفس المسلك هتبقى نفس الخاتمة. أنا لا أنظر نظرة التشفي ونظرة الانتقام ولا نظرة السرور والبهجة، لا، أنا أتخوف على نفسي. أنا قال العلماء: لو قامت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. الظلم ظلمات. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها سبحانه دون الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. ما هو ده مصرع سيد بلال؟ ما انتم ما تعرفوش قصة سيد بلال؟ ده كان غلبان مسكين، أخ فاضل، همته وشغلته في إيصال حوائج أسر المعتقلين. أي والله، ده اللي بيشغله، ده اللي بيؤرقه، إزاي يوصل الحوائج بتاعة أسر المعتقلين. إيه اللي عامله ده؟ ده يظلم، تركوه على السرير بالكهرباء لحد ما فارق الحياة يصرخ. طب الدماء الطاهرة دي هتذهب هدرا؟ دي هتلعن الطغاة والطواغيت. ده مش بالحتم واللزوم، أصل مبارك سرق وأصل مبارك عمل، لا أبدا. ده تكفي مظلمة كهذه المظلمة. ما قتل صاحب ياسين، لما قتل صاحب ياسين دمرت أمة بآسيا بعد مسرح صاحب ياسين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله، أنا لا أستبعد أن ما حدث الجزاء الوفاق لمسرح واحد زي سيد بلال، ما أستبعد. مغمور، لانتم عارفين، وزي ما احنا ما احناش عارفين صاحب ياسين، لا اسمه ولا رسمه. ما كان يقتل الا واتت النقم على قومي، وما انزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. انظر في قوله سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو لتعودن في ملاتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: واستفتحوا أذن لهم في الدعاء على من ظلم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. انظر، وخاب كل جبار عنيد. ده كان معاوية رضوان الله عليه يقول: ما هدت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي نصيرا إلا الله. ما هدت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي نصيرا إلا الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فسأل نفسك: ما الذي قدمت؟ ما الذي فعلت؟ وإلا فأنت تقدم لنفسك من القصص الغريب اللي كله عظات وعبر. قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لما حار الحجاج في سعيد بن جبير قال له: اختر لنفسك يا سعيد قتلة. قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. ما شاء الله على الفقه. فقه، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، قدموا لأنفسكم. ما الذي قدمته؟ سل نفسك.
وخصوصا ونحن نتشرف بالانتساب لمنهج الأنبياء والمرسلين ونحرص على متابعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فسل نفسك، سل نفسك والصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما الذي قدمته لدينك؟ المسألة لا تقتصر على صلاة وصيام أو عمل أتقنه أنا أو كفاح كبير كما يتوهم مثل حد، لا لا حد، البعض عايش على لقمة العيش وده الكفاح الكبير وده وده وحيربي الأولاد، الولد الأول مهندس والولد الثاني مدرس، ولما حيموت يقول لك أنا خلاص أديت الرسالة، جوز البنات، حيموت قليل العين. إزاي؟ إزاي؟ ولا ربما كان الأول ملحد والثاني زنديق والثالث لا يصلي. فين التربية؟ فين تهدية الأمانة؟ فين إبلاغ الرسالة؟ فين حسن التأسي؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فين إقامة واجب العبودية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نقلل أبدا من شأن أحد ولا من بذل مخلوق، ولكن لابد من ضبط للأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج لنية وصحة، إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء أخلصه وأصوابه، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعرض الأقوال والأفعال حتى تعلم ما الذي سيقبل وما الذي سيرد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حوضه ذكر قصة أقوام يزاد بهم جهة الشمال، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له ليس بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا لابد من إحسان المسير، لابد من إتقان الطاعة والعبادة، وإلا فما ازداد عبد في بدعته اجتهادا إلا وازداد من الله بعد. ما هات حتى في الأم ممكن ده شيعي ليل نهار صيام وقيام، ده شيعي عمال يسب في الصحابة، التاني عمال يقول مد يا سيد يا بدوي، وليل نهار هيسجد لابو العباس المرسي وهيذبح لابراهيم الدسوقي وشايف انه بيحسن الصنع. ما ده كان شأن الأمة. يعني الحمد لله ان في قدر من الفقه، قدر من الفهم، والا دي كانت حالة الأمة. هات الأجداد الناس المتدينة يقول لك طيب جد حياته في ايه؟ لما هيسمع الكحلاوي مدد يا نبي والخروف هيذبحوا في مولد السيد البدوي وهيتمسح ازاي بالحديد. هو ده كان سورة التدين، هو ده، هي دي الناس الطيبة. والفريق الآخر عايش بطيبة قلب مدعاه يقول لك ربك رب علوم.
طالما القلب أبيض وسليم وأنا ما بزنيش وما بغتبش يكفيني ذلك. وإنت لربما قلت له لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي؟ فالحاصل نحن بحاجة لاستقامة لا اعوجاج فيها، استقامة حتى الممات. خذ الدرس مما كان عليه الأنبياء والمرسلون. لسان الحال قبل المقال ينطق، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي ساهدين، إني مهاجر إلى ربي، حلهم وترحالهم، نقضهم وإبرامهم، أقوالهم وأفعالهم كانت طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. كلهم يركز في دعواته، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم حرص على طاعة الله في العسر واليسر والمنشة والانظر في قصة نبي الله إبراهيم، قذف في النار تقول هلك هلك، شدة ما بعدها شدة، يأتي جبريل يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما على إيده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلوب معلقة بالله، نعم العبد، إنابة، حب لله، حياة من الله. ده جبريل ما يتحرك إلا بأمر رب، وعلى الرغم ذلك لما يقول له ألك حاجة يقول أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. هذا هو شأن الصالحين كما ذكرنا، حتى في أحد أحلك في أشد اللحظات. نبي الله موسى هلك محقق، كان البحر أمامه وفرعون خلفه ووراءه، قالت بنو إسرائيل إنا لمدرك. ما فعلا، ما هو أنت لو وقفت في نفس الموقف مش هتتكلم أحسن من بني إسرائيل. شفت إزاي وأنت الأخ المتدين الملتزم، وممكن أراجع وأقول لك إيه اللي بتقوله ده، تقول لي خليك واقعي، أصل أنا بحب الواقعية، ده واحد زائد واحد تساوي اتنين، ده بحر أمامي وفرعون خلفي ورائي. لا والله، لو أنت راجل مؤمن، لو انت حاضر العقل والقلب هيكون لك شأن آخر. نبي الله موسى لما قالوا لا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول العلماء ما كاد يقولها إلا وأمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم، كان البحر سبب نجاة نبي الله موسى وسبب هلكة الفرعون. الواحد زائد واحد تجيب الحسبة دي؟ ما تجيبهاش، دي حسبة خايبة، دي حسبة خايبة. ده أنا والله هحط لك نظرية، أنا نظرية حسابية تنقض النظرية المادية دي. شفت ازاي؟ وأثبتها باسم اكتشاف جديد، ان الواحد زائد واحد تساوي عشرة، تساوي مية مع الطاعة، والواحد زائد واحد تساوي صفر أو أقل من الصفر مع المعصية. شفت بقى إزاي؟ حسابات إيمانية لابد وأن تقضي على الحسابات المادية، ما تاخدش المسائل المسلمات وأنا واقعي وأنا بعرف الواقع وأحب الواقع. لا، أضبط نفسك، أضبط الأقوال والأفعال بشرع الله تبارك وتعالى. نفس الموقف نبي الله موسى لما ورد ماء مدين، وجل عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، انظر كان ضاويا خاوي البطن لثلاث ليال لم يذق طعاما، ورغم ذلك رجل كل رجولة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما كانت حاجته على مثل هذا الوصف يظهر فقره وضعفه وعزه لمخلوقين، ليه؟
مخلوق هيتوكل على مخلوق ويقول انا متوكل على الله وعليك وانا محمي الله وحماك ولولا لا طبعا لا طبعا. قلبه هيتعلق بالله، ميت يعلق قلبه بميت وكل من فوق التراب ترابه. ازاي ازاي ما تصحش؟ فلما سقى للفتاتين اوقع حاجته بالله، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تخلفت الإجابة أبدا. أنا لو سألتك دلوقتي وانت شاب وعايز تتجوز وعايز مفيش إلا الحسابات المادية، مفيش عندنا إلا هي الحسابات دي. واقرأ المنهج، خلص كتاب العقيدة، هات الكتاب الثاني. فين التوحيد العمل السلوكي؟ فين الانصباغ بصبغة الإسلام؟ مسائل هتعترضه، حاول تجاهد نفسك في أن تكون مؤمنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت لما هتسأل إزاي هتتجوز تقول لي مفيش والله إلا بقى أن أنا سافر لي سفرية كده للسعودية ولا لدول الخليج وتقعد فيها 20 سنة تنسى دعوتك وتنسى نفسك علشان ما تجيب المسكن وبعد كده تجيب. لا، ولو قلت لك ادعو وكأني بضيعك، أو أنت هتقول لي هجرب. يا سلام، دين الله يجرب؟ الرب لا يغش جل في علاه، بتدعو وأنت موقن بالإجابة. الدين لا يجرب. ما هو الدعواء زي السيف، والسيف ليس فقط بحده وإنما بضاربه. لما تكون اليد مشلولة اوعى تتهم سيف، ده السيف حد جد، الايد هي اللي مشلول. الايد وكذلك الامر بالنسبه للدعاء. ما ده احنا ياما يقول لك الناس في رمضان عماله بتدعو وفي الحرم عمالين يدعوا، ده البعض كاد يتشكك والله ايه فايده الدعاء ده، احنا ما شفناش نتيجه. مبارك ما زال هو مبارك، والقذافي هو القذافي، والطغيان والشر والفساد. ما فيش ايمان، فيش يقين، ما يعرفش انه ممكن هيجي وقت يلاقي مبارك في القفص. لا، لو سماديه جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق في زواج وغير زواج، ما نعرفش الا العد والحساب. ما تقوم وتدعو، ما ممكن يتيسر الزواج والله بدعوه رجل صالح. العلماء يقولون من كانت له حاجه كحاجة نبي الله موسى فليدعو بدعاء وقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أمرك بدعاء ووعدك الإجابة. وقفت رحت أنا السفارة لقيت الطابور طويل، كلهم عايز يشتري الفيزا ب20,000 كانت أيامها، وكلهم بدل وشياكة وواقفين طوال الليل. طب ليه؟ ما رب العزة جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، ليه هتذل نفسك وتين نفسك؟ ليه؟ أنت واخد بالك؟ ليه الإهانة دي والمذلة دي؟ ويطلع ولد سفير ولا غير سفير هيذل في البشر ويهينهم كلهم واحد واحد ومش هديلهم تأشيرات؟ ده أنا رحت كده عطاني التأشيرة 5 سنين. اي والله، وظرف ثواني معدوده. رايح ليه؟ قلت له رايح للدعوه. سافرت قبل كده؟ سافرت البلد كذا وكذا وكذا. راح عطيالي 5 سنين، لا بدله ولا شنطه سامسونيت كانت ايامها لسه طالعه وموضه جديده، ولا 20,000 ولا 20 مليم حتى. مشكله. انت رب العزه جل وعلا امر وأخبر، وأنت خد الدرس. لو الملك ولا الرئيس قال لك تعالى قابلني في جوف الليل هديلك المليون، هديلك المليون، تعالى لي أسوان، أنا أقسم لك بالله كلنا هنتهيأ وقبل الميعاد هنكون موجودين. ليه؟ لأن فيها مليون. أهو أنت بتقدر المليون جدا،
بتقدرها جدا، واصل انت بتعيش للكفاح الكبير، واصلك ذكي ونبي وفرصه وصفقه رابحه وازاي تفوتها. مين اللي قام بالليل يدعو؟ مين اللي قام يدعو ممكن بالاجابه؟ اخذ باسباب اجابه الدعاء. ده ايسر والله، ايسر من اذلال النفس والمهانه اللي بنتعرض لها في طلب الدنيويات والماديات. ينزل ربنا الى سماء الدنيا اذا كان ثلث ليل الاخر، يقول من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. قدم لنفسك، ربنا تبارك وتعالى ضرب لك المثل. انظر في احوال الافاضل، الواحد تلو الاخر، لا ربما قلنا دول انبياء. هو احنا انبياء؟ لا بلاش، ما فيش اشكال، وان كان امرنا بالتاسي. هات من تابع باحسان، الواحد تلو الاخر. ربنا تبارك وتعالى قص علينا قصه صاحب ياسين، حياتك وما تقدمه قد يكون عباره عن مشهد يختم لك به. شوف ازاي لما القران قص علينا، ذكر لنا اهل الجنه باحسن ما عملوا وطوى عنا سيئه. هو صاحب ياسين ده يا ترى ما كانش كان انسان تاني؟ ما كانش بيسرح شعره؟ ما كانش بياكل؟ ما كانش بيبيع كده ويشتري؟ ما كانش عنده طموح في الحياه؟ ده انت لو كنت شاب الناس هتمنيك انك تتجوز ويبقى عندك اسره، وفي يوم الجواز لو احنا في فرح دلوقتي كل اخواننا الطيبين دول هيتكلموا على الاسره الاسلاميه وتكون اسره اسلاميه. طموحات. والبعض يقول لك لولا الامل مكان العمل وفلسفات، والتاني هيقول لك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ما تعمل يا اخويا وكانك هتموت دلوقتي، ليه تموت غدا؟ ليه هتطول امالك؟ اثبت اجلك بين عينيك واستحي من الله حق الحياه، اعمل بطاعه الوقت. ايه المطلوب منك في هذه اللحظه؟ احرص عليه. فصاحب ياسين لما ذكر مشهد واحد، انت عارف اللي بيقولوا عليه الحياه مواقف، مشهد واحد. ما هو انت احرص دوما على طاعة الله، قد تموت الآن. تموت ازاي وانت بتراعي، وانت كلك كبر وغرور وعجب، وانت في خمارة مثلا؟ تموت على طاعة. قد تكون النهاية والخاتمة في هذه اللحظة. فصاحب ياسين لما ذكر ذكر بالمشهد الخاتم. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تقول موقف إيماني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل دلالة، لا ربما لم يستغرق دقائق معدودة، وحتى الآيات اللي حكت المشهد دي لا تستغرق دقائق معدودة في تلاواتها، ولكن كلها درس، كلها عظة، كلها عبرة. حينصح القوم حيا، ثم لما قتلوه نصحهم ميتا، انتقل إلى حياة أتم. هكذا شأن من باع نفسه لله تبارك وتعالى وتعامل مع الله وقدم لدين الله. لا يضيع، لا يضيع أبدا من تعامل مع ربي تبارك وتعالى. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ده أنت تقتل في سبيل الله وكأنك حافظت على نفسك. إزاي؟ الشهيد عند الله يسد خزار، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك ما كاد يقتل إلا وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لابد من علو همة، لابد من شمولية نظرة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وفي الحديث تجدون الناس كالإبل المئة
لا تكاد تجد فيها راحلة، فلتكن أنت هذه الراحلة. تخلف الناس، ربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حتى وإن تخلى من تخلى، كن مطيعا لله تبارك وتعالى. عبادة في الهرج كهجرة إلي. واختلط أمر الناس علوهم، متى قاتل المرسلون؟ قال صاحب ياسين أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، أموت أنا بقى قليل العين، إلا أنا حعمله إلا حأديه، ما دي نهاية محتومة ومعروفة، أنقى بنفسي وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجر. وتسمع عبارات وكأنها الفلسفة وكأنها العقل وإدراك، لا أبدا، ده حياتي من أقصى المدينة. ما هو في فارق بين السياسي المسلم، بين السياسة الشرعية وبين السياسة المكيافيلية، سياسات الحياة والعقارب والغش والكذب والتدليس، وبين السياسات الإيمانية الشرعية. ما ده صاحب ياسين ذكر في موضع المدح، شاهد مصرع المرسلين، قال كفاية كده، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، أما أظن أنا بنفسي، لا أبدا، هيجدد الرسالة والبلاغ، بل حياتي بكل همة، مفيش تواني، مفيش تكاسل، مش هيمشي خطوة ويتراجع خطوة وكأنه الذكاء والنباهة، لا أبدا. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا، مفيش تغيير، مش خد بالك، مفيش تغيير ولا تبديل في أي موقع حتكون فيه، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوا وقتلوه، نصحوا ميتا كما نصحهم حي. هذه صورة إنسان قدم لدينه، تقول ضح قتلوه، تنتقل إلى ربي شهيدا. دي قصة بتحيا بها القلوب. ملايين البشر عبر العصور وكر الدهور قرأوا قصة صاحب ياسين، ده انت والله تقرأها تقول يا ريتني كنت مكانه. أسوة وقدوة، أسوة وقدوة، إنسان قدم لدي. هل هو نبي؟ أبدا. هل هو رسول؟ أبدا. ده احنا ما احناش عارفين لا اسمه ولا رسم. انظر، أقول سواء كان كبيرا صغيرا، هات قصة أصحاب الكهف، فتية أمنوا بربهم، دول أولاد عمر سكنوا القصور، انظر سكنوا القصور، ثم الإيمان يدفعهم للذهاب لكهف مظلم، تابعهم الكلب فكله ذكر وخبر. هذا شأن من صالح بالصالحين، يكل شأن وذكر وخبر. أقول لك حتى لو كان كلب، أي والله، ما هو ليه يذكر الكلب؟ لأنه تبع الصالحين، تبع الفتية، فكان له ذكر وشأن وخبر. فما بالك لما تصاحب الناس الطيبة، الناس الصالحة. انظر، أي والله، ماذا، دي آيات بينات تتلذذ وفي نفس الوقت تأخذ الدرس. تأخذ، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. وأنا اليوم لما أقرأ مثلا سورة الكهف أقول سبحان الله، الواحد شعره بيض، شعره بيض حيضن، بمعنى إيماني، حيبخل بجهد، حيبخل بجهد. ده شباب، وانتم في مصطلحكم شباب، ويدخل دنيا ويكون أسرة، وبعد كده يبذل، والشباب طيش، والطيش جنون. فلسفة، فلسفة، فلسفة عايزة ضبط. لدوا الشباب فطرة سوية لما دخلوا الكهف المظلم، واحنا كنا والله بنتهم، شوف، والشيء بالشيء يذكر، قالوا علينا سيبوهم دول زي أصحاب الكهف، دول لسه ما خرجوش من فقه الحد والنفاس، دول ما خرجوش من فقه دورة المياه. وتقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم، أي والله، دعوة ملأت السهل والجبل. إزاي هندعي خبرة،
هندعي أموال بذلناها أو إخواننا دول اتولدوا في حنكهم معلقة سياسة؟ أبدا. إن هم تنظيميين؟ أبدا. ما نقدرش ندعي، عارفين نفسنا والله. ولكن أنا اللي أقول أكبر وأصح دعوة الآن على وجه الأرض، أكبر وأصح دعوة أنا أعي ما أقول، والمليونية والاستفتاء أثبت أن الإخوة الغلبة المساكين دول وكأنهم تنظيميين على أعلى مستوى، أبهر الدنيا، أزهلوا الدعوات التنظيمية. شوف إزاي، وحتى الحزب الغلباني المسكين ده اللي لسه مولود من أيام بقى رقم واحد، إزاي ما تعرفش؟ أي والله، ما ده حسبة الواحد زائد واحد تساوي اتنين، دي بقول لك دي عايزة تكسير، عايزة تكسير بالمعاني الإيمانية. طب ده حزب وليد أيام، ده الناس مخضرمة في السياسة يا أخوي، ما فيش إشكال، انتم مخضرمين كلكم مخضرم زي التاني في السياسة، بس هيطلع الناس الغلبانة اللي ما ادعتش السياسة دي ولا خضرمة تبص تلاقيها تقدمت على الدنيا كلها. أي والله، إزاي ما تعرفش؟ هو ده الواقع. أعلى نسبة شعبية، أعلى نسبة شعبية. ليه بيتكلموا بالمصطلحات أبدا، ناس بسيطة جدا، ناس بسيطة جدا بتقول نرجع للكتاب والسنة وعايزين نحافظ على هوية الأمة، والمادة التانية في الدستور نفعل المادة التانية، ونرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبلت القلوب، إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اصبر واحتسب، اتهامات دول زي أصحاب الكهف وزي فيش إشكالات أبدا، سأقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، وإلا فأي قيمة. ناس نازلة حتى رئاسة وغير رئاسة يقول لك بس انتوا تفهموا في السياسة زي البرادع وزي ايه يا اخويا، السياسة اللي تعلموها يا اخويا دي سياسة مكياف، دي سياسة حياة وعقارب يا اخويا، دي ترجع لورا، ما تدفعش لقدام ابدا. ما تقدم من تقدم الا بطاعة الله، وما تخلف من تخلف الا بمعصية الله. اقرا الحسبة، خلي عندك شيء من النور والفراسة والبصيرة. لمن شاء منكم ان يتقدم او ايه قيمة ان انا اعيش عمر مكيافيلي؟ الغاية تبرر حياتي كلها في الكذب، هي دي السياسة اللي انا اتعلمتها او اللي انت عايز تعلمها لي؟ اللي انا حابه مخاضرم بيه انا مش عايز، مش هتعلم، مش عايز ابقى كذاب. انا هاصدر اسلامي، ما بعتز به، بعتز والله بالمستحب، مش عايز اقول لك قبل الواجب، بدا ودا. شفت ازاي بقى؟ اشوف ان الحياه ما تكتملش بدون المستحبات، مش بدون الدين بالكليه. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. يذكر اصحاب الكهف باي مشهد قدموا لدين؟ اي والله، ما هو انا وانت مع كبر السن نغار، نقول دول شباب حدث اسنان، ولكن عندهم ايمان ويقين انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ده ايه ده؟ ده الاستكراه بلغ مرحله تقول زي مرحله امن الدوله وغير امن الدوله. والله، ما احنا ده احنا منعنا من اقول لك من ايه؟ من الهوى. تننا محبوسين طوال العمر في منطقه وسط، نقدر نظهر في فضائيه؟ ما نقدرش، ممنوع، مسموحة للرقاصة والمغنية ممنوع علينا. نقدر نسافر لأمريكا ولا غير أمريكا أجيب التأشيرات أنا وكل يوم دعوة المؤتمر؟ ما أقدرش أسافر، ممنوع. مؤتمر في الكويت وفي اليمن، ما الواحد دعي لمؤتمرات الدنيا ولله الحمد. ما أقدرش، أقدر أطلع القاهرة أدي ندوة؟ ممنوع. مشكلة،
مشكلة. وفي النهاية ازاي انتشرت الدعوة؟ تقول دعوة ما شاء الله، دعوة مباركة، دعوة ربانية. حاول تقترب من المنهج الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وبعد كده بقى الناس تقول ما انتش تنظيمي، ما عندكش خبرة، لا ده انت ما عندكش فلوس، ما فيش إشكال أبدا. هو ده الواقع. احنا صرفنا فلوس، هو الخلق دي صرفت فلوس، رشت على ده كهذا أبدا، ده بيصرفوا من جيوبه، بيصرفوا من جيوب معهمش، واقع عام. ورغم كده دعوة بتنتشر، تقول سبحان الله آية. ما هذا العصر هو عصر الآيات البينات. عبد الله الغلام كان آية، قدم لدينه، أي والله ذكر بشأني وبشأن أصحاب الأخدود هذه السورة المباركة، سورة البرود، سورة هادود بنفسه، هادود بنفسه مشهد إيماني، مشهد إيمان. هو الذي سيدل الطاغية على طريقة قتله، يقول لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. وبكل بلاهة، بلاهة الكفر، حيشد قوسه بعد جمع الناس ويقول بسم الله، وهو الذي كان ينكر وجود الله ويدعي الربوبية والألوهية مع الله، فيقع السهم في صدر الصغير، يقع صريعا، ينطق الناس آمنا بالله رب الغلام، وجدوا زمن عمر بعد مئات السنين يده على صدره، كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرح. آية بينة. لما تقرأ وتطالع وأشوف أن البعض عمال بيلف ويدور، أنت هتبلغ، أنت هتبلغ الرسالة، أنت هتؤدي الأمانة. لما تعيش أنت لبطنك والشهوة تحصلها، قدم لنفسك، اعمل لدينك، هذا شرف، هذه أفضل مهمة، مهمة العمل لدين الله تبارك وتعالى. هذا شاب على الرغم من صغر السن إلا أنه جاد بنفسه، جاد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ضاع واللقاب أبدا، آية. وجدوه زمن عمر يده على صدره، كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرعه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده كان شكل الإسلام لما حبس، يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سني خلوة، قتلي شهادة، إخراجي من بلدي سياحة، لا أقل، لا أقل أبدا من أن تغير نفسك إلى ما يرضي الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت عندك طاقة وقدرة، في رمضان صمت النهار وقمت الليل وختمت المصحف، استمر، استمر. ما احنا قد يؤتى الجمع من قبل إنسان، يكفي واحد يحدث الثقب في قعر السفينة حتساوي قبرا في قعر المحيط. فاحصل أن يؤتى الإسلام من قبلك، احرص على طاعة الله تمحق البعض. ده كان البعض لربما جلس هكذا ويقول إني سأدعو، وأقسمت عليكم بالله لما قام منا قاطع رحم. ليه؟ لما نبقى قاعدين وحندعو وفينا من يعق الوالدين حنمحق البركات، لن تجاب الدعوات، فيقسم عليهم بالله ان كل واحد قطع للرحم يقوم. هلك، هلك. فانت ما قدمتش لدين، انت كنت سبب دمار. البعض يريد ان ينحرف بسفينة الوطن علماني والليبرالي، وانت على معاصي، اتق الله، تب الى الله، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم،
دوره في خدمة هذه الدعوة لا ينبغي أن يقل عن دور الهدهد الذي أتى نبي الله سليمان يقول: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أثناء الطيران والانشغال بالبحث عن الماء وطير مشغول بدعوة، يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والبعض منا ناسي، على الأقل ناسي في أحسن أحواله، ناسي لقضايا الإيمان والتوحيد، ما بتشغلوش إن الناس بتصرف العبادة لغير الله. ده البعض عمل المؤتمر في ميدان المشاهد اللي اسمه ميدان المساجد وكله صرف للعبادة لأبو العباس المرسي ولياقوت العرش وناس، وكله في سياسة، اتكلم في السياسة. طب ما تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما تعبد الدنيا بدين الله، ناسي ليه معاني التوحيد؟ ليه تبقى أقل من الهدهد اللي أثناء الطيران منشغل بقضية الإيمان؟ إزاي يسجدوا للشمس من دون الله؟ خد الدرس وحتفتح سبب مملكة بلقيس بدلالة الهدهد. السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، لابد من تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما ذكرنا الكل له مهمة، له دور، لابد وأن يؤدي مهمته بإتقان. الموعد الله، وعند الله تجتمع الخصوم، والرب حكم عدل، والأمر إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكما بلغنا وإياكم رمضان، نسأله سبحانه أن يبلغنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور. وإلا فنحن في أول أشهر الحج، ولا أقل أبدا من نية طيبة ودعوة صالحة، حتى وإن كان الفقر والعوز والضعف والمرض والانشغال والأولاد يحتاجون، لا أقل أبدا من نية طيبة ودعوة صالحة. إن بالمدينة أخواما ما سرتم مسيرة وسلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله شيخنا الحبيب شيخ الدكتور سعيد عبد العظيم على هذه الكلمات الطيبات. في الحقيقة يعني لا نستطيع إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى إلا أن يبارك الله لنا في عمره وبدنه وجهده ووقته. الآن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور طلعت مرزوق أحد مؤسسي حزب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. وبعد، يعني بعد هذه المعاني الإيمانية التي تحيي القلوب والتي سمعناها من فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى، يعني قد أجاب على هذا السؤال الذي هو عنوان هذه المحاضرة: ماذا قدمت لدينك؟ نحن الآن في مفترق طرق، نحن الآن عندنا قضية كبيرة، قضية الدستور الذي ستحكم به هذه البلاد. هل تحكم بشرع الله عز وجل أم بغيره؟ كلنا لنا دور في هذه المسألة، والسؤال ما زال مطروحا: ماذا قدمت وماذا ستقدم لدينك؟ أنت غدا بإذن الله أمام الله عز وجل مسؤول في هذه اللحظة الفارقة التي كما وضح شيخنا الفاضل أن الكل الآن أصبح صاحب قضية. فما قضيتك أنت؟ هل أنت
مقدم لدين الله عز وجل في هذه اللحظة الفارقة شيئا؟ هذا هو السؤال. أنا يعني لا أجد كلاما بعد هذا الكلام العظيم الذي سمعناه الذي يحيي القلوب ويدفع النفوس دفعا إلى البذل والعطاء والتضحية إلا أن أذكركم بيعني شيء بسيط جدا، وهو أنه في بداية هذه الصحوة المباركة في أواسط السبعينات من القرن الماضي اتجه كثير من أهل دعوة الإسلام إلى ما يسمى بالدراسات المقارنة. الدراسات المقارنة منها جزء يتعلق بالشريعة والقانون، وكثير من أهل الإسلام ومن أصحاب التدين والالتزام قدموا لنا ميراثا عظيما في هذا المجال وفي هذه القضية. الكثير منا قد لا يكون يعلم ذلك. أنا الآن أشير عليكم بأربعة نماذج فقط، نماذج وإعلانات دستورية إسلامية تؤسس لدولة عظيمة عصرية حضارية تحافظ على هويتها وعلى دينها. هناك نماذج جماعية ونماذج فردية. من أهم النماذج الفردية التي قدمت نموذج للمستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة السابق الأسبق. هناك نموذج آخر لدستور إسلامي وضعه المستشار الدكتور علي جريشة. هناك نموذج ثالث جماعي وضعه مجلس العلماء بباكستان، المجلس العالمي أو اتحاد علماء المسلمين بباكستان وضع أيضا في أوائل الثمانينات دستورا إسلاميا. هناك أيضا في سنة 78 في عهد الإمام الأكبر الدكتور محمود عبد الحليم رحمه الله تعالى وضع دستورا في بدعوة من مجمع البحوث الإسلامية دستورا إسلاميا عظيما ويعني شاملا. هذه النماذج إنما تكون حجة على الذين يدعون أن الإسلام لم يأتي بنظام دستوري متكامل، حجة على الذين يزعمون أنهم يريدون شرع الله عز وجل ويتعللون بالصياغة والتخنين، حجة على الذين يدعون أنه يكفي ليكون دستورا إسلاميا نصا واحدا أو مادة ثانية أو ثالثة مع وجود كثير من المواد تخالفها ومع بعد الشعب والنظام عن دين الله وعن شرع الله عز وجل. هذه خلاصة حياة علمية متخصصة حافلة. الآن نجد العلمانيين والليبراليين وغيرهم والماركسيين واليساريين وغيرهم يقدمون ويتسابقون هذه وثيقة فلان وهذه وثيقة علان، وعندما يأتي وللأسف دور الأزهر يقولون نحن لسنا جهة اختصاص في الوثيقة، هم يتقدموا وفي الدستور يقول لك احنا مش جهة اختصاص. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. أنا يا إخواننا نحن يجب أن نعتز بديننا. الدين الإسلامي دين عظيم، وشريعة الإسلام شريعة شاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إخواننا أهل التخصص إذا نظروا إلى القرآن إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون فيها يعني ما هو فوق دساتير الأرض جميعا، تشع نورا وإيمانا. القضاء الدستوري في العهد النبوي، وهذه عبارة قد تكون مستغربة حتى على أهل القانون أنفسهم وأنا أكررها مرات ومرات، القضاء الدستوري في العهد النبوي كان شامخا وكان آية ونبراسا. العالم الآن محروم من هذه النماذج. لو تأملت معي أخي في قول الله عز وجل في القراءة التي قرأها علينا أخونا الفاضل في صلاة العشاء،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. البطلان ده هو معناه البطلان الدستوري اللي بيقولوه دلوقتي يعني بالمفهوم الحديث. البطلان أي شيء مخالف لكلام ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام باطلة. هي دي المعنى اللي النهاردة القانونيين والناس أصحاب هذه الدراسات واللي فالقين دماغنا ليل ونهار هو ده القضاء الدستوري. لا تبطلوا أعمالكم، كل عمل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تدبر وتفكر، إذا قضى الله عز وجل أمرا وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا تستطيع إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا هو المعنى الذي يقصده القانونيون الآن ويقولون النظام العام، النظام العام الذي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على مخالفته. وكثير منكم من الحاضرين قد يكون من المحامين والمشتغلين بهذا وهو يفقه هذا الكلام جيدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن يعني أسترسل في الآيات ولكن أأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نفس القضاء الدستوري، رد مردود غير مقبول. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا، والحديث في البخاري، ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط، ولو كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في خطبة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ألا وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، أي غير خدمة بيت الله وسقاية الحاج. هذا موضوع ومردود، هو نفس كلام القانونيين الآن. نحن لا أريد أن أطيل عليكم، نحن نعتز بديننا، نحن نعتز بشريعتنا وديننا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الدنيا كلها بجميع تخصصاتها محتاجة في أشد الحاجة إلى هذه الشريعة العظيمة لكي تنتشلها مما هي فيه من ظلام وبعد عن نور الله وعن منهج الله. فأعيد عليكم وأكرر عليكم ما قاله شيخنا الفاضل من كلام يحيي القلوب ويدفع الناس دفعا إلى العمل لهذا الدين العظيم: ماذا قدمت لدينك وماذا ستقدم لدينك غدا وأنت مقبل على لحظة فارقة؟ هل تنصر من يريد نصرة شرع الله أم تنصر من يريد تنحية الشريعة عن هذه الدولة وعن هذا الشعب وعن هذه الأمة؟ وأترك لكل واحد منكم أن يجيب
على هذا السؤال. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور طلعت مرزوق، مؤسس أحد مؤسسي حزب النور، على هذه الكلمات الطيبات.